الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول رب العزة جل في علاه: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. عشر كان عشر كي بقولي يطبني يسيدي دارو وحونا كميدي عشر الذي نوصل لكم سابسانا تفسير كقرآن كريم كا سيدي يطبن آيادود بوكا كوبن يهي آياد آفر يسكاشنات بوكا باللابان آيا كميدا من سورة الإسراء آيادة بقولية تبني كوبادنا وكوهب يهي من سورة نفسها مثل سورة الإسراء كميدا هنا دنبايسة سورة دا وحانا كل ما نايا جزكي هوري قرآن كا أما سينو إنك أون نقيني أول كا هي كل ما نايا سورة الكافي آخر كا قبل أبناي سورة الإسراء وسورة مكية مركا قضايا توحيد أي آل وشاكين إيسا وحاين صومرني سيدة الدلب وأي مشركين تجاهدية إيقو عناد ولدا له أن إيمان إيقو يوغان سمان ولدا لهي والغريب وحياب لا سيدة الددك ويودف قدومه أما مسكح دوذي أمانك وذي إبليس بالعرري إيقو لقحوه قلادا إله إنو نغضه فني آدم الرسول ديدا وحمرك إيمانك يكرر يا آيات عشر كب الله فانا يا زي عدين يزو أبعث الله بشر الرسول وحي غريب سنة أيان إلهين بني آدم الرسول كبقي باوحو البكلويناتي لقحبين إله نمو وقلي تطلقا ما إله نمو من حوهر كادي يا إله نمو ومستواد سريو المخلوق قاري كرين خالق ماهان مركب معنيه خالق لقحين يوقل هذا ووحن يهي الله رك لكن رسول لما وحسان له شق بشره إلي بشر رسول الله قبقنا إلي لو عناتي أين أحجار إيا أموات إله نما وقل هذا كل كوح الله إن داتري اللو داتري أي سيد آيات كويك شاكين آيا إيقو قيامة وجيقه وقصع للو كين آيو واسيد أدونك مسكحه لي أمان كودي انت أبير درايين وحذر كبيرين أن يرادين بشرنا رسول من نقون كرو لقحنا إيبون نقون كرو. قال تعالى خبوحوا جري وما منع الناس خير مكو وحلودا لا ياهي وما منع الناس غير مكا كمر ريبين أن يؤمنوا إني إبرف مايان إذ قرتي جاءهم وهم الهداهنو مركي نبي الله آدم سنة اللولة سوى بحيي أي أبلن كي لغرب لما يوحوها فإما يأتي أنكم مني هدى فمن تبع هدايا
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هنون كمرك يمد رسولك واهنون كتابك واهنون اسلام لماذا واهنون كل كمرك هنون كي يمد ورب الرسول بحيي نبينا كدقي وحينا كدجي قرآننا كاني هنون كي مرك الله بندقي إلي هنون كي قاتان وحك لك من ريب وحك ربت إلا أن قالوا إلي إلى هذين اللويناتي أبعث الله إلى ما داروا صدري بشرا بني آدم من رسولا كدقي ومرك وحي اسكالوين من كبر هاركي كقارين هي غدرسة إن بشر بإياك الله صدري وأن مغليس هذا الكودي وحاكو جيري أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أنكو الرومين اللي إيا النهر كان ملائكة أتشيه قيسو حرت النظر انتهي يمادان وإن قابلان وفالفول نغوهر يمادان ونركو دي بيكو جيرت في سورة البقرة لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة بل إله إن دعونا كل فنه نسوهر جوج كل كاب بشر إن الله ديري أيها إسكالوين هذين. وفي سورة الفرقان وقال الذين كفروا مركع القرآن كالديدانين وأي نبي وحكا شيئين مركع طلبات بلن جيدين أو نرى ربنا بإيراني خبق الله شيئين ما أنه أرقنوا أنه كان سنة لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. نبي الله موسى كريم الله كميدا النبي ياشل العزمي يا ركتدي بدل بلي توقنا ولبا كدل بلي يرين الرب أريني أنظر إليك وابر يوتمي سقو هذا الكي مغلاية أيوه يري الرب يو إسكايتوسي أنكو أرك إلى وحكو يري لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا. مركب إله أن يكتبي فمخلوق حميني كرا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار كل كبير كذا وحو قاري أركتئب إيا هرجوكسي إيا ملائك لادرو إيا إني وحو البكلو ويناتي إن بشر رسول لقابقاي كل كسير هذين أبعث الله بشر الرسول إلى مدني آدم وأنك الرسول لو قال لقايا هدي بني آدم رسول لك بقايا يا أنك نقرون هدي كلاو عنده وكوين هاي ملاقي الرب منوي مدى كل تاريخ دل ما سعدان وحاوه يددك وحلو ترايا قفك اللو ترايا وين اسكو جنس النقضة أحدك اللو ترايا يددك اللو ترايا وين اسكو جنس النقضة ستفاهم ودعو كل كاوح اسكو جنسيا أيهم بايساف كارتا بشاركا بشر بالله درايا ملائكتنا ملائك بالله درايا حتى حولها سو انتهي سور سلام بيس افقرنا ايان قرآن جدا وضع هذا شاء وانتهي افوضا اكتب اسقرتا كل كا تفاهمك جنسية ذلك رأسين ياهي كل كا سار ربه حتى للك ملائك الدقنان لهي ملك بالله درايا لكن للك ملائك با الدقن. قال تعالى قل وحاطر هذا الرسول صوبانه لو كان هدوهان لها موسى ماهين في الأرض لنك قريسة حدين ملائكة ملائكة هان لهي وهو حدوك دقن اي كل دقن اي قريد دقن حدين ملائكة هان لهايين وين اهين يمشونك وصعودا حدين ملائكة هان لهايين مطمئنين دقن كل كان يمشون ملائكة وابو بوبان مبسعودا مطمئنين لك واي مادة الملائكة لكن للعمل وللمهمة اي مادة سيدين هروس آخرين قصدي مركي قوم اللوت فبابين أي إبراهيم نصوم مرن نبي الله اللود نبي مادن كل كمطمئنين معها لكن عمل به مادن يومي يومي عمل به مادن يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار نشأن يسارين إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذا مطمئنين دقن وكوهيدا وعرورا إيا هوان إيا قرنو هي وظيفة هي الدكامة كل ماها لكن مهمية عمل قوي مادان هداي آن الله المطمئنين كوابلك الدقن ويان دقني لنزلنا وحان دجن لهي عليهم ملائكة لك الدقن كرك هذا من السماء عركة ملكا بانو وقصوا الدير لهي رسولا النغضة
إذا مركي إلا إذن سودري أحد إذن كاتقانا أو جنسيا إذن كمدا قل إنما أنا بشر مثلكم وأمر ويبر رسول كفري إنه شيئو سيرا إنما وحك لما أنا بشر مثلكم باناي وحنس إذن دارهاي نوحى إلي نبوة هي الرسالة هي وحي أيان إذن دارهاي جنسية هي دلشلة بشر باناي إذن كل كي الله داري قف بشرة وين يقرنان والله سما فلي لكن وين قرني كل كتاسو أيكو خالدان يهين أي ربي سبحانه عز وجل شبهد وذي لبابي لو كان جوابي استبعاد كيف وقيستين إن بشر رسول الله قال لي كل كسنة الله في خلقه سلاسي أهان جرتي والنبي الله أركبا قوسو كدشا الله دري جري أول رسول البشر نبي الله النوح ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه خير عاد باكو حيقي وإلى عاد أخاهم هودا خير ثمود باكو حيقي وإلى ثمود أخاهم صالحا خير مدين باكو حيقي وإلى مدين أخاهم شعيبا سيدان يكوس عن جرتي ساسا رسول الله محمد قريش لغو ديري وما منع الناس ذاتك مرهب أن يؤمنوا إن حق الرمية إذ قرتوا جاءهم يمد ذاتك الهدى قريش دوهنهم يمد والنبي الله صدري رسول الله قال لي وحين اللي قد جيه حقي الله شيئي إني ربي إيا الرسول إيا الدين تقوى كان زمان شركك إيا كفرك إيا ضلالك إيا ظلمك كحلال وبان وحكى لك مرهب إلا قولهم إلا أن قالوا أي إلا قولهم إني إلى هذين أكنية أيها كرابتي أبعث الله إلى موحو بحيي بشرا دب أن ملائقة هاي أي رسولا رسول لما أبع شيء هذا الكار اللي يابين وأي مركة الله دل بدين أما أي ملائك دل بدين إذا بلعان تانا قراش أقار ما روح مشركين تا أي وذا به جرين نبي الله صالح مركي أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا الله في ضلال وسعر نبي الله صالح بالكليين أنزل الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب نشر إذا ظالمينتو ويسكو ودو صالحينتنا ويسكو ودو وحكي يالينا وحوي قلبا معلن كوذيبا مدى وحلا وحان أرداشا معلن كوذيبا إبليس قلقا معلن كي قراش يمدك قوم النوح يمدكو دعيسي ويسكو مدو شيدان وحدنا كقران حلك جوابا يمدك نياتا اللي كل رسول با لقودا وحي جري كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحرون أو مجنون نبي محمد مجنون بالغو يري نبي نوحنا مجنون بالغو يري انت ودع حسين بالغو يري إذا المعلمك حجلا لقيني إبليسك قابل دوف سبي أي أولينه وجوغا كل كاسا ربي يري سبحانه أتواصوا به ورحمدان اسكو متقا الرسول والبلده ارتاقن ياي وحن نيسو دردار من بل هم قوم طاغون اسو ما دردار منه هذه قوم النوح لهلاقاي خير عاد ما دغني هذه غير عاد لهلاقاينا خير ثمود ما دغني تردارنا لما مكانينين يا طغيانك يا حد قدبك يا كبرك انت يا حقا يا كبعين يا ايسو قا يوم ميدايي معلنك ينواك كل كاور كاسا مرور بلا ليه جيلي تناك الربتيو يقول وحاد رسول صوبانا وتير هذا لو كان هدو أهان لها في الأرض للك قدوهيسا هدي ملائكة ملائكة أهان لها للك كودقا إلا الملائكة وأهل السماء أهل الأرض ما بشرك أي أهل الأرض يا وآدم هدي الله بورا ييبا انت عالمت يا بولك كفري أي أولا جددها انت أن آدم بالله بور أي ملائكة الوهري إني جاعل في الأرض خليفة إذا للك إنها خليفة ودقن ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون كل تعاليم تأب إيا حكام تأينا نفرين ونوك أبكو عابدنا أنك علينا قلت لك لي أما الملائكة فهم أهل السماء دق ماذا ذا إيا منشي جوغان إركوه نرمى جوغان لكن سقيوه مادا كل وحاتر هذا لو كان هدوهان لها في الأرض لك قديسة وصنعين هدي ملائكة ملائكة أهان لها يمشون السعادة ما السعادة ملائكة وابوبتا مضمئنين حدي ملائكة أهان لهايين كوالو الكسير اسمه ودقن ودقنا شقي ويمادان
لنزلنا وأن ندجل لهين عليهم ملائكة كوركولا من السماء عركة ملكا بان نوغسو ندجل لهين مهمة سمعين نقول لهين رسولنا مدلو ديري ملائكة دولك الدقن لكن مجرته ملائكة دقن إذا الرسول ملك الله ديري يعني مجره سيدا دراد يدبا إذن كان الله إذن كو ديري أحد أفتقى أنانو يسنعين لو داقو إذن لمده قل كفى بالله شهيدا بيني وبينه هذا سورة مكي تهي ممن كينا اللي ابن كريم أنا أدنائك بحلائيين هوشي الله الله بندقي أنا النبينا نهي وأن رسولهي هو عن إذن شاقا يحقيا هاي إلى بأي مرقا كل هذه الله مرقا هاي غفلا إذن كينا ظالمين مجرمين تهين مشركين تهين قالت تهين حق ديديتهين وسني الأبعاب ذاتهين ألا أب مرخاتنا يغفلا إذا انتبرك لما جرتو جهاد واجب ماها إذا ما الله ماها يو مكا اللي جوغا يقاق عن سرية قل وحاطر هذا حتى إن منكي عناد كبحي وايين كفى بالله بعد هو زايدو كفى الله هو جارة مليك وفاعل بعد زايدة الله كفلا شهيدا إسابه مرقا ونجيدا بيني أنيقى النبيقى وحالله أنيقى ننساقى النبوة والرسالة والوحي والإيمان والإسلام والتوحيد والطاعة وحرم بصح إليهين الله مرخاتيه هذه المرأة الله مرخاتيه غير كما لو بأنيه كلا وألف كلا لو مباهنا وصدق الله في قوله قل أي شيء أكبر شهادة بل وليديه وحاطر هذا ومرخاتي الله قشده ومرقهان لوغو قنعه يا أوي وحلها أركو الجواب واحد من كليم لما ما إذا مدينا ينهلين بلغا يابا وإبليس دوف سليوي أذيك كده واغصو بنا قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم كلك الله يشاهد غيرك ومباني وبينكم أذيك بعدي نوح اللوحاتين وشرك هي الضلال هي جهل هي كمر هي عناد واحد كسو قنتهين الله إذين جيدو إذن أركايا قرايا كل هدي الله لا يري إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا بل واكو ما أحد كأن لك حقو قالسا أما كاركت بدا إنه إب كان وحو هذا وما زال وسن كان زون ولم يزل ضدنا وسن وزون دون عباده هدو مديسا خبيرا حقو قال بصيرا وجدد بدا مركا سورة دي هذه ما كتاب وركي وحلقو قبا قبايا إن الله إذن كان إذن أغيهاي أنا أغيهاي كل كأغان شدا إبدنا أغيهاي حكا دم بيسا إساب المرين إيا حساب تميد برين النهور تقايو فانا أنا قايبو فيلم ومن يهدي الله حقا هداية دينا مرلبات فمسألة القضاء والقدر بحي إبهانون وقوتلا قلو أين بهانون أيا وحن هنون إبهانون وقوتلا قرين سيكاستها دي حجج لا توسو قوم موسى نوي من دونا وهي حجه وهردقاي كما يقنين كل كايدينك تاول والإبو ما هيسو طلبات بان لو أوفين وايي لحدي طلبين قد دينا ما نلو أوفيو كل كا لحميه اللبية طبان طلب لحميه كدر لبية طبان طلب أي اللو أوفي بني إسرائيل فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم واليد والعصا والحجر وانفلاق البحر وتمثيل الأموال طبعا هي اللبع الله يالي من أين أغان سمين وإمان دونتا كلها كثر الآيات إن معجزاتكم بدنيهين لقموه أغان سمو أهل المعجزة هدادة ناركين وحلوه أغان سما إنو إبا إيمان كو قتلك لي بدون شرط بعد أغان سما إذا كل كوسن كو قتلك لين معجزو إياكو قنعين كريمايا قال تعالى فبوحوهيري ومن قف الله قفك يهدي الله إبهانونيو فهو كإبهانوني أي المعتد مدهنونا ومن قفك يدلل إبهانونيو فلن تجد صوبان أهري ميشد لهم كوى إبهانوني أولياء حكته قامسة أوه قامسة أهري ميشد من دونه إبهانوني وهذا في الدنيا الدنيا ذا قفك إبهانوني إيمان وتلقلين ولهانونيو أرحيقا أو قعلوها أو دو أو قرابة أماله تاسي وفي الدنيا أما في الآخرة محلو سمينا ونحشرهم وكل من دوننا
كوان أدونك بكل مي يوم القيامة قيامة لما لنت على وجوههم هذه قيامة إيمان أيان سيدا حانش كمسك يا فاسدي يا عيان أي بق يا بارك كو سعدانو كفور كمك كجيد أي سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم إلى مرتبة لنا وحكوة المريي وصفهم في الدنيا إيقا دفقدو سعدي واتينو تلماني هذه لقعوا قلادين إنو إيبا نغضو بشرنا وديدين رسول إنو نغضو الدنيا دا سيدا يكو سعدين بابا دفقدو سنانا ربي بي قرم مرين حقي بي قرم مرين انتي بي قرم مرين اذا حق هاي ما دينو يقو سيدي حلقة سنك افقل كقوة اله باوود دالي ونحشرهم وكل من دونا يوم القيامة قيامة لما لنتيدا على وجوههم وجيال كودا كوركودا يقو كسودا ايان كل من دونا سيدين بي يدقيه الليالي رميا يقو اندالا وبوكما يقو افلا وصما يقول لقد كلك حواستان والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا حدين لنا شيء وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ما حاين لها أن لغو بجيي لقاها أن لغو دلالي مسكع يمان كان لغو ركبي إن إله قرانه لعلكم تشكرون وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة كلك إن إلهكم أزام بالله إذن كن ركبي حدا إلهكم مهدين ويدين مركاين لذي كقادوا وين دقيهم به اللي ذي مدوبينه إلا وحوا كفائي يسموا إذن كل كاسا ربي يروح قياما لكينا يا إياقوا إندالا وأفلا ولقلا فالكينا حداد قرآن كآدو تتبعوا ذي آيالها آياتانكم معناه ونحشره يوم القيامة أعمى في سورة طه قال الرب اللي محشرتني أعمى وقد كنت بصيرا وفي سورة البقرة ثم بكم عمهم فهم لا يرجعون إذا قرآن كآيات كتلماما إن دلآن إيا دقلآن إيا أفلآن يكون إيمان آيان أما إبا أدونك سيدة كيهين أما أدونك إبا سيدة كيهين وصدق الله في قوله ولقد رنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضلوا قولك إن الآن تيالك الآن أما آخرا نبوك هنا أما أدونك أيكوه آياتك تلماما أيها وبلي وحال منا وقربيان آياتك تلماما أيها إني وحوى البقران أيها مثل قوله تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا ما ننت قيامة إيمان دونان لقوة دنا وإن لفي في قنا ومثل قوله تعالى فكشفنا عنك غضاءك فبصرك اليوم حديد قتين صومرنا سورة دان إن انتي وحي لغا قرأ اللوبه أخرى ليه دونه كل كاسيس وحو أخرنا وحين دالا ودقالا وأفلا إذن إنا إندي يدقا قضا وحو البن أغيه وحنا أوسان كقرصانينا آيات بدن باكو يمي حالك لغا دريما إيا إنا لبدا إسكود عين آيات لكن علماء رحمهم الله حيالا بدن باكو جمعيان وحاكمدا إن لن يريم قيام ماذا أياك لدوان مالي وحكوار كايان مواقف إلى هذا مر انت الله فرقان نحو نحن انت بداتو واجري دون تان وحلا مغلين وحتى دي لقيهم بيك وجران هذا وح مغلين أما هديك لكوان قال هذا إقابة اللوغة بقايا مركي إيبا دونانا إن بي يدقى لقو ركيبايا ساي خلطك ودوار كان مركي الربان والي إقابايا ولا مسيني كل كان مواقف تقيامية مالها لك لمرايو أياك لدوان وبعض العلماء وحيكو كل ميان لكن عنده واقفان وحي أنفع إياك الإيمان الصحيح والعمل الصالح أي كين للأيين أو يكدق الأيين أو يكاف الأيين لكن عنده يكو أركان قريها يا أقليه يجينه واقفان لقاي موسيك يا شنقرا كل قيستان واقفان أفي كورون كرتكونا واقفان أي وحي أنفع أي كين للأيين ولا يفقهون بأكل عمتي أو كلاه دليلا قارنا وحين أيين عقابا وحال لقوضا ولقو عقابا يا ودقاها يا إنها لما ذوبي يا وقيد عقاب كميدا الدنيا دانا وعقابني هو خربانين أو خير نقالي مايو شرنا كبي حمايزو وفكي مالك مالك أفر زديد وخربان بابور بنجر وكلاو خير نقالي ما شرنا كبي حمايزو وعقاب حقي مكي لا تقانا والنوع من العقاب كميدا العلم عند الله
haddii markay sidaa qiyaamo iyagoo afgembi ku socda yimaadeen, xawaastoodiina la baabi'iyey, xaruntoodii intee waaye ma'waahum minanka ay joogaayeen ay ku sugnaanayaan jahannamu wey. Meeshaasaa la geynay, meesha haddii la geeyo dabeecadda meesha arag, jahannama ma qabowdo, ma daasho, gaaska ma dhammaado, kullama mar kasta khabad ay bakhtiso ama awaalkii gaabto. ilaa zidnaahum, waxaan u kordhinnaa saciiran huritaan, xoogaa yar gaabi markii laga dareemaba matooradaa loo dhuumi juujinayaa. idan mar kasta waa huraysa, dabac ma le, nafis ma le, fasax ma le, maalma laga maqnaada abadan. daalika jahannamada la tilmaamo jazaahum abaalkood ah, waxayna ku noqotay biannahum iyaga kafaruu diiday biaayaatina. aayaadka waa la jamciyey, waatayn aayaadka eba waa saddex. awalan alwaxyu lmunazal, wixii samada ka yimid sida qur-aanka oo kale, towraad oo kale, injiil oo kale, suxufu ibraahima wa muuse oo kale, waxyiga samada ka yimid waa aaya min aayaati illah. aayadda labaadna waa koonka, habeenka iyo maalinka, cirka iyo dhulka waa lagu hanuuni karaya, oo aayad ilaah lagu aqoonsado uunka ugu weyn. kolka uunkiina waa aaya min aayaati illah. wixii mucjizaad ahaa ee nebiyaasha lagu ayiday iyadana waa aaya min aayaati illah. intoo dhan waxay ku tusini calaa wujuudillaahi wa waxdaaniyatihi wa cilmihi wa qudratihi wa xikmatihi wa jabaruutihi wa kibriyaa'ihi wa cadamatihi wa jalaalihi wa taqadusihi subxaanahu casa wajal. aayaadkii waxyiga ah iyo kuwan kawniga iyo kuwa mucjizaadka. wasadaqa shaaciru fii qawlihi wa fii kulli shayin lahu aayatu tadullu calaa annahu waaxid. waxaad aragtaba ilaah inuu mid yahay ayuu ku tusinayaa. kolka biaayaatina ay wada diideen inay ku hanuunaan oy ku hoggaansamaan. wa qaaluu, waxay yidhaahdeen, aidaa kunnaa haddaan noqonno cidaaman lafo iyo warufaatan burbur, ainnaa annaga miya lamabcuusun, kuwa lasoo bixin doona ah, khalqan uumis jadiidan cusub. markaan bur iyo fadal noqonnoon baabaano maa uumis cusub nala soo celina. waa looga jawaabay, awalan yarow ma oga miya, oo wax maskaxdooda iyo qalbigooda uu shaqayna maaha. awalam yarow, ma wayan ogey, anna allaha eebba weyne, alladii allaha khalaqahumay asamaawaat, ciraryaalka iyaga ka waaweyn. la khalqu samaawaati waalardi akbaru min khalqi innaas walaakina akhara annaasi laa yaclamuun. oo bashar la uumo 30 kiilaa 50 kiilaa, hadduu rabo 200 kiilaa, cirka intaas baaxad leh, dhulka intaas ballaar leh, ilaahay uunkaas uumay caqliyan ma lagu garan karo. inaasan bashar waxaa ku ahay, awalam yarow, ma oga miya, ana allaha eebba weyne, alladii allaha khalaqa uumay asamaawaati cirryaal 7 waalarda dhulalyaal 7, qaadirun inuu awoodo, calaa an yakhluqa, inuu uumo midlahum iyaga, sidaanay yihiin si lamida, inuu ku soo celiyo, inuu karamiyayan ogey. hadday og yihiin iyo hadday ogaadaanba iyadiiyaa imaanaysa. wajacala eebba wuxuu yeelay lahum kuwaan bacsiga diidan ajalan madal ay ku soo noqon doonaan iyagoon wax ka maqnayn, ay sidaan ku imaan doonaan. madal u yeelay madashii maba dheera iyadaa imaanaysa, hadday inkireen iyo hadday ogolaadeenba madasha markii la gaaro iyagaa imaan doona. wajacala lahum, oo adduunka uu makaroofi jira, aakhara makaroofi ma jiro. markii waqtigeedii la gaaro qof dhuumana ama wax diida ama cudur daarana ama canaad samaynaa ma jiro. wasadaqa allahu fii qawlihi, wacanati lwujuuhu lilxayi lqayuumi waqad khaaba man xamala dhulma kama qaala caza min qaayil wakhashacat ilaswaatu lilraxmaani falaa tasmacu ila hamza yowmaidin laa yatakallamuun ila man adina lahu raxmaan waqaala sawaaba. diide iyo makaroofi aakhare ma jiro adduunka edab la-aantan jirta. madalkii haddii la gaaro iyagoo qulqula ayagaa imaana. wajacala eebba wuxuu yeelay lahum iyaga ajalan madal laa rayba shaki uusan fiihi gudihiisa ku sugnayn in madalkaas la gaara. bacdina uu dhaca liisuna imaana la xisaabtama lays abaalmarina. hase yeeshee faaba aalimuun gaalo diiday wacalaa ra'sihim ahlu maka mushrikiinta u weynaato. wixii ka horreeya waa lamid, wixii ka dambeeya waa lamid. si kasta haddii wax loogu sheegay aalimiin diida
إلا كفورا قال لي مي عقدي دو أناي وجدو كل واحد على سوبني كفى بالله خبيبا كفلا شهيدا مراك فريد بيني أنا هي وبينكم لحدنا اللي جم مراك فرو الله إنه كفلا وأنا إيه قرايا وأناي إذن وحاتين قرايا إنه أب كان وما زال هروح هو ولدينا أنايا بعباده أدوى مدرسة خبيرا حق وقال بصيرا وجيدا ومن روح يهدي الله وإبهنوني فهو كان يبهنوني أي الموت من هنونا ومن روح ويضلل إبن مينا فلن تجد وهل الميسد لهم كو إبن مي أولياء حقامي أيال مامولة ودريالة ودلالة من دونه إبكسك ونحشرهم إلى باير القيامة أي أنه كان دون يوم القيامة قيامة لما لنتهد على وجوههم وجه الكركض يقوك صعودة سؤاشانا حوغا ير عسلاتي صبناها لويديي ولي يسامد حلوغو صعونا وحمد حلوغو صعونا سيد اللوغو حلوغو صعودة نفس الشيء حدان تببرا باللوغو قاتيبا بابارنك ومد حيق عمالكو صعودة لغا حيقكو شريرا أما الله بينو أما فيديانو كل كادابة تبارك إلا بالله بيبا أركيسا ووجيدا كل كاسيدا اللغها اللغو صعودو أي مدحنا اللغو صعونا على وجوه وجه الكركو ذا عميا حتى نقول كذا من لفظه فالرفات بربر إنما لمبعوثون كوالا صوب عندنا خلقا أبورس جديدا عصب أولم يروا موغمية أن الله يبوين الذي ألا ينهي خلق أومي السماوات إلى ريال والأرض إلى ريال إنه قادر ألا هو ذيهي موغمية على أن يخلق إنه أبوهم مثلهم إذا حد الجوغة كوالا ملو إسلا يقيا من بريق قيام الله كانوا وجعل يبوحون يلي لهم يقى أجلا مضل لا ريب شك أي فيه أجل كقدنيسا كسقني لكن فأبى الظالمون سكست هذه الله لا هذا لي برمي فلو يلديد إلا كفورا حق ديد معانا وعكلا وديدهم قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي وهو وحيالي أي حسين طلباتك أي وحاك جري وحاك لغالها أو تكون لك جنة من نخيل وعنب وكلا فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا كل كوحى البيل سبحانه وشك وين حناني حد الرزق يقع عنده هذا اللي قليو كلي قد بماها حتى هذه المؤمنين تقع عنده هذا اللي قليو قعنا يبو كجرة هذه قعنا مخلوق اللي قليو لقى ما قبلت ولا بابيلة لكن الله سبحانه عز وجل برحمته لعباده أيوسا رزقه عن مخلوق بقليني إركو قبك كان نركو كدا نركينا عمتوك كان قبل أركب رزقه سواه قار قفنا قفو صمري ما كل كان رزقه هي خزائن تولى سوكو جري إله عيسى سبحانه وصدق الله في قوله وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم كل خزائنك هي ولا شيء وحكو جيران الله أنت لكن مخلوقها دي اللي بيب الله وقال قبس الله محاجر وحن إبا كبقي بام مخلوق كبقايا من عيسى دما شاء اللي يلا وحن لقود إبيه داد ببتوا دمانا ين انت تكبعي نفي شيطان انتو كوسرين يا إلا ما دما شاء كبقاك بعدي قال تعالى فبروحوا يريقل وحد رسول الله ترى لو أنتم أيها المشركون حداد قال أهان الله إذا نبي إذن تملكونك وأنت خزائن رحمة ربي أنا ربي نحرستي سوارة سيكو جيرا خزائن ويرلو بخارية استورية بنوك رزقية يا رحمة بوالة سيكو جيران حداد أرنك هان الله إذن إذن قرت أدهان التنبات لا أمسكتم كل إذا إذن وحدنا يقول لك الهيدين خشية الانفاق لما شك عبس شو ووحي وادمانا اتكبق الهيدين تلاعي وحا وكان الانسان تتكروه ياهي قطورا من عريري بذن
عبارات فربلا هي الله استعمال قفك قعنت هذا عباراتك وكلا درنيه بخيل وكلا لئيم وكلا صحيح وكلا قطور وكلا مدى مدبوك درنيه أمزل لنا مبالغه قطورك فعنا ذلك بقول لشيء واحد مدعك وكلاين ودامه ومرك إلا تلمان مايه حبك الله لما اقتصاديا أي الله بالله يري والذين إذا أنفقوا لم يصرفوا محيوا اللباتلوا منعك اللقو دادي أول سيدة هدير بدعا أنت ذي وابسين وشوقه هلم يبريدك عشان قبك اللقو دارو وحي الأرقب كوبك شاء نص العب ونص الدادي أذيك أنت كوكو في المتقاندي نصك الدادي ليه ما يسكلافت ما هذا كرين ما هذا صبي ما هذا عدين كلك إسراف وحي لسماء يقيم إسراف ما هكو رجيلا إذا أنفقوا لم يصرفوا ولم يقتلوا إريد بيهي إلميهي اللصيني بعدك لبو إريريو سيلا الرباكول كعدان لبدأ اللديدي وكان بين ذلك قواما واتقان تدكاقا در يدوني وققاتو أفوحي وغفلا ما ننكاد مرتي قبتو كينا سوقاتو حددك باهيدا كالريبانا لأيمو أساو على الدادية ولا النقنين إذا انقطور واكا بخيل باكا دارن بخيل يلايم يا شعير سدح درجي فوق هذا كوكلة المامين وعلى يمينك بخيل ليلا إنو حلا بحيا مؤقرة نفتي سوسا وقلي إنو واحد بحيا وإنسي وايز دا وحكاكهم مدبا واحد بحنتي أن لا أقلي حتى يساقي كلمناي درجو كدر صدي بخلي لإيمة ليلا لإيم بخلي وادا فإن لإيموي مدبا اللبض أصباح وحنا أنا بحيني أصلا وحيسي كلمتي لكن لبضي هو روحو كدر صدي قفكي واحد بحينا قربتو بوقبنا وحلا ما بحين كرمه إما سيد ياني حقا يتكبحي ولا حسين ودا كلك أنيقي ينتي اللابك قادي كريم صحيح موه ومن يوقش روح نفسه فأولئك هم المفلحون إذا بخيل ومحب حمت النفتي سووه قلي أن عدك لو حكو درسني وحيسنا كلمني بخيلوا إيا اللئين وأن وحنا بحيني أساقنا باهية دليس أسد إنتو قنتدو ترو كتورو ودورسنا أكلمنا وحيس شاهيحنا وحلا تاقب مو قلا قف الله قفكي وحتاقة كربطو بو قبانا والله تقلم صدح قطورنا الميسي قاجو دلي لكن صدح لبواه داما كلك عبارات قلق اللفزا وحاس نفتو والله قلق درنا كاسو كلا جنة ماركايو كاسو كلا جنة ماركايو كلك واحد مدائنو سن اللنا أمن سنين كبني من هذا الكدمال كلك وكان إنسان وحو اللغضي قطورا مد إريري قلم بضل ووحبو إريري أيا ولقد أتينا كلك واحد لوغا جوابا يأتي طلبات كنحدها أن يذن هنا لو سمعيو يا اللي يردد لو سمعيو والله أركي كلنا هنونين ولقد وحدظا أتينا إنا نصينا موسى النبي موسى تسع آيات معجزة يالسقالة أيان سيني لغية طبنبيبا هيا سدحا مقا كلك سقال معجزة أيان سيني بينات عاد عاد فاسأل رسول الله واحد ويديس بني إسرائيل نبي يعقوب أولاديس إذ وقت ويدي وجاءهم موسى ويمن كلكم موسى ويمن معجزات كينا بنانك اللي وقال لك دلبي نبي موسى معجزاتك فرعون باك دلبي وحوني فاتب بها إن كنت من أصادقي حداتها ينظر شيئا وحياد ودي معجزان نتوس وحيبوا لقاي كلكم لقاي فرعون سدوها ليارك فقال وحوني له موسى فرعون وحويري إني أنيقى لا أظنك موسى وحنكوم علي يا موسى موسى مسحورا مثل فلي ووحد نولاهد ليسو يا وحن أضمن جيسي وحود نبوا سحر كلك أنا ساحر باتاي وانا اللغو سحري حدان اللغو سحرين كنت أدوح اللقى بلهي اجمع مقر ريسين أنيقى مهورت مادين كلك نندق الميهد نبي الله موسى جواب لك الربا جواب مدى فرعون كان رمسان كان قيمي بدن دقيسو قال النبي موسى وحوه يري لقد نبي موسى وادار فرعون انو وحبرتوت قرن ايو او امي اي موسى انو رمشيق ايو لكن ايان درو يعناد بوه يلايا لقد وحادضا ان العلم توقتاي فرعون ما انزل انو سندجين هؤلاء معجزات كان الا رب السماوات والارض
maxaa jira adigii rabbi baad sheeganaysaa, mana samayn kartid, idan maa garatid, waxaadan samayn karin. aniga muuseana ma samayn karo, makhluuqoo dhanna ma samayn karo, oo mucjizaadka nabi muuse usha u horraysay. falamaa ra'aahaa, kolkuu nabiyullaahi muuse arkay, taatensu ka'annahaa jaan, bannaan bay nasiib wanaag ahayd. intuusan fircoon u iman, abareedhaxaad uu soo socday, yaalii waalqin baa fii yamiinika, usha balulka dhig, ushii hadduu dhigay dabeecaduusan ku aqaanin ayay la soo baxday, halaqay noqotay, muuse waa cararay. falamaa ra'aahaa tahtazu ka'annahaa jaanun wallaa mudbiran walam yucaqib, maxaa jira waa bashar naf leh, waxaana muusan ogeyn hadduu muuse mucjizadan iyo ushaan shaqo ku leeyahay sees uga carari lahaa. kolkaasaa rabbi la hadlay, yaa muuse laa takhaf inii laa yakhaafu ladaya almursaluun, khudhaa walaa takhaf sanuciiduhaa siirataa luula, ulaan kaaga dhigaynaaye la. kolkaa tababarkan bannaankaa lagu soo qaatay ee wa usha ka cararoo la yaabo muuse ugu horreeyey, idan maa anzala haa ulaa ilaa rabbu samaawaati walardi, haddaba waxaad ogaataan mucjizaadku min allahi bay ka yimaadaan, rasuulkan shaqo kumale, mana samayn karo ilaa annahu sababu u noqday oo waa lagu taageeray. taasaadna ku garani, nabi muuse wuxuu yidhi, laqad calimta fircoon, waa ogtahay maa anzala inuusan dejin haa ulaa'i mucjizaadkan ilaa rabbu samaawaati walardi, dhulalyaal iyo ciraryaal rabbigii lahaa ee abuuray ee maamulayay axadaan ahayn inuusan dejinin. waad og tahay cillada loo dejiyey waa maxay? basaa'ira, iyagoo mucjizaadka ay dadka xaqa aragsiinaya. basaa'ir, mucjizadaa dadkii xaqii aragsiinaysa, dantaana loo dejiyey. wa innii aniga la aadunuka mushaakala wey, labada dani oo nabiyullaahi muuse wa innii la adunuka uley, fircoon lacnatullaahi calayhi ilaa yowmi alqiyaama, innii la adunuka yaa muuse mascuulan, isagu wixiisa waa been. laakiin muddaan muuse cibaarada waa mushaakalo, wa jazaau sayi'atin sayi'a, labadoodaa laysu dhigay. wa ilaa ta muuse muxaqaq wey, la adunuka waxaan kugu hubaa wey, masbuur buu ku sheegay sidii bay noqotay. kolkaa muuse waa rasuul nuuxaa ileyhi ah, ninka inuu baaba'a waa loo sheegay. kolkaa lafdigaa dhanni ah, laakiin yaqiin wey. wa innii aniga muuse la adunuka waxaan kugu hubaa yaa fircawnu masbuuran, walaa la dawr, mid wadkii galay oo halaagsamayaa tahay waa kuu dhammaatay wey, sidii bay noqotay, waa la halaagay. idan kolkii la kala jabee la ysku dhintay, wuxuu damcay fircoon inuu muuseya banu israa'iil waddanka ka didiyo. fa araada fircoon, wuxuu damcay an yastafizahum, inuu muuseya banu israa'iil didiyo eriyo, min alardi dhulka, inuu dhulka ka eriyuu damcay oo carada isaga ka qaato. kolkaa maxaa dhacay? kolkuu rasuulkii ilaahay muuse ahaa iyo intii rumaysay dhulka inuu ka qaato uu go'aansaday, ayaa tii uu go'aansaday lagu abaalmariyey oo iyagii dhulkii la dejiyey isna la xaqoobiye la raaciyey. ilaa wuxuu yidhi faaqraqnaahu, fircoon waa maashaynay, miyaan ku hafinay, isaga fircoona iyo waman wixii macahu la jiray jamiican dhammaantood. kolkaan fircoon iyo raggiisii badda ku shubnay. wa qulnaa, waxaan yidhi min bacdi ihlaakihi, fircoon halaagidiisa gadaasheed, libanii israa'iil kuwa dhulka laga erinaayey, waxaan u yidhi uskunul arda, idinkaa shaam iyo degaaya masar, shaam iyo masar labadaba idinkaa degaaya, haddaad degnaatiin degnaantiinu muaqad bay noqon, ilaan adduunoo dhan baa muaqada, adduunya rasmi maaha, waa muaqad. qiyaamo haddii la gaaro idinka banu israa'iila iyo uunka intiisii kale idinkoo qalaana oo qabaa'il kala duwana oo sidii loo reer beled oo kale, sacir maanoo sacba reer leeyahay, hadday soo baxdo ladoo la ysku daro waa foof, laakiin hadday xerooto midba aqaluu gala sacsac wey qalaanaa la yidha. kolkaa faidaa jaa, hadduu yimaado wacdulaakhira, maalinta qiyaamee dambe yaboohaydi haddii la gaaro, jiina waa idinla imanaynaa, bikum idinka banu israa'iila iyo keyrkiin, lafiifan adinkoo isku dardarsan, oo ummadihii hore iyo ummadihii dambe sida xajka oo kale iyadoo qalaan la yahay kulaba meel ka timid ayaan idin keenaynaw. qul waxaa tidhahdaa rasuul allow, low goorad antum idinka gaalada tamlikuuna hanan lahayde baydan hanan khasaa'ina raxmati rabbi ilaah naxariistiisa weelashay ku jirto bangiyada
استورادا هدا الهيسان ما هيسان ملك لبا مجيران وإن من شيء إلا عندنا خزائنه أنك إباهين ولا شيء وحول بكجيران إذن هدا إذن كهن الله إذن وإذن هنن الله وإذن هنن لا أمسكتم وهيسان الله إذن خشية الإنفاق لما شك عبسسه وكان الإنسان تبي عددك اللي قلنا وعوية قطورا وحريري ولقد وحى آتينا إن أنسيني موسى النبي موسى 9 آيات معجزيال سقارة بينات عدعد أي أنسيني يقومنا هنوني كلك أكوان لحدة طلب حد الله يلكو هنوني مايان كلك هايسكو البهارين فاسأل صوبنا ويدي بني إسرائيل نبي يعقوب أولادي سواجوغا الوحد ويديسا كلك طبان يلبا معجزو نبي الله موسى وكاني من الرمي مسألو من الرمي إذ قرتئو جاءوه من موسى هم بنو إسرائيل يرغب قبطي وفقال وحري مركو يمد له موسى فرعون أي وحري إني أني فرعون لا أظنك وحنكوم علينا يا موسى موسى مسحورا مثل فلي من عافمات قلمته قال النبي موسى يري لا والله بانكو دارتي قد وحرنا علمت إن أدوكتهي ما أنزل إنو سندجين هؤلاء المعجزات كان سقالك إلا ربو سماوات إذن يالربي قد أحدنا إنو سندجين تجمع كريم وذوقتهي والأرض والرب الأرض إذن يالربي قد أحدنا هين إنو سندجين تجمع كريم وذوقتهي بصائرة يقوم معجزاتك تتك حق أرك سرعي ومركات معجزات أركتي صاحب المعجزة إنو النبي هاي رسول ياي أهل حق ياي صادق فيما قال ياي مبلغ عن الله ياي وأوقات كلك هدي إيمان دره هدي كويس وأوقات وإني أنيقا لا أظنك واكوبا يا فرعون وذا كان ملعونك أو إنا تاي مثبورا مثل هلاك اليوم فأراد وحضون فرعون أن يستفزهم إنو الدذي من الأرض ما سركت ذي بنو إسرائيل فأغرقناه أصغيا ما شيني بعد ابن الراعيني هي ومن وحي معه لجري جميعا دمانتر وقلنا وحانري من بعده هل عيدي سيكا قد الفرعون لبني إسرائيل من يعقب أولادي سوعا أمري اسكنوا الدقا الأرض مصر يشاء فإذا جاء دون ماد وعد الآخرة آخرة يبوها إذا دون ماد جئنا أنك إباء بكم إذنك إذن لا إيمانينا لفيفا إذنك وقالانا وإذنك يوم ظهنتك أدسكو دارنتين وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا يا بي آية دانلر الرسول والرسالة تابتابتي قرآنك يا النبي يا اللبدي بل عدي مهمة رسولك إلا مبشرا ونذيرا هاو شيسو قدك قصب إنو كوكل يا إسلام نمالا وأوحون يسوحي لسمايو كون ترولو وهدونا واربحهم وحا شقديسوا ما شقديس البشارة والندار وما أرسلناك إلا مبشر والنذير أما قرآنك وبالحق أنزلناه وبالحق نزل لبدا حق نواكل دوانيهم لبدا إنسان نواكل دوانيهم حقا نهره وبالحق أنزلناه وقرآنك دقيدا نسودك وحي بابي سيطة وحي كشاكا إذنك إن هذا إلا سحر يوثر إن هذا إلا قول البشر إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخر إن هذا إلا أساطير الأولين وبالحق أنزلناه يا بابي زي وحد شاكتان دمانتس إيا مالت قرآنك آديسان بأنبع شاكتان أنيق إباء قرآنك سودة جيهي كلك أنزلناه ظهر إله باء قرآنك سودة جيهي حق نمونك سودة جيهي وحي لمتاي ألف لامين تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وحي لمتاي وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين إذن وبالحق أنزله أنك إباء قرآنك سودة جني أحدك لو حكو درسدي ملا لا جبريل ولا محمد ولا غيرهم مثل حكو ملا لفظا ومعنا وحرفا انت بقى لا سودة جني تا قرآن كيكو سابسنتاي وبالحق نزلنا وحيكو سابسنتاي السبب كي نود جيوان حي بالحق بإثبات الحق وي. قرآن كحقي بوسوغايا حقي بوسوغايا سبب كي نود جيوان وإيمانك
يا توحيدك يا طاعته يا خيرك إنه سمو شرك يا كفرك يا ضلالك وحاقه كلو سمو كلو سو دجينا واك يذيبون الله سو دجي يذيبون ولي هانايا وحجة الله على الأرض يرئي بني ياي وذلك تالوي انت إيمان يا إسلام جيرنا واجرا يا سبحان الله قادة الدنيا وأودماتي كل كوا الرحمة قال تعالى ربي وحجري وبالحق خنمو يا سجنان أيان أنزلناه أن جايبا قرآن كلا دجيني بشر بامو حكولاي مرق بامو حكولاي إذ كلان مؤمريين أن جايبا يا قرآن كلا دجيني وبالحق بسبب إثبات الحق وحرمتها من الإيمان والطاعة إن رسول سببتها من النزل لدغي وما أرسلناك أذينا صغر زوبان كما ندير إلا مباشرا إن الآيات من بشارينا يان لو بشارينا أذك الله بشارينا آيات كالي أي عربك كل مفتي وبشر المؤمنين لأن اللهم من الله فضلا كبير انت أبر ما يسر على إن هي الدنيا آخرة أي لبدا فأول وين كل يين وشاق ونذيرا حقا وحديدنا ودك إنو عقابة دون عذابة خيرا مذيئة حوش عدنا وإنت فهل على الرسول إلا بلاغ المبين وما أرسلناك كما ندير إلا مباشرا من البشارة سمهانة وعكالة أدب المؤمنين إنت حقا رميسي الجنة والمغفرة إن أدب البشارة ونذيرا إن أدكتك وعصادة يا فلاقضة أدكت عقاب يا عرائب وقرآنا يعني دجيني نزلنا قرآنا قرآن بانو دجيني أنك إباء حتى ما دجنتي بالله سكون حريستي وحي عصابين لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة هبين الضيافر يطبان يبقل صورة صدا جزء ليه كل بابق الصد يليه آيضات هل أواد لكين لها حقا والله عسليسان لها كلك أواد لترشيلي في 23 سنة أي قرآن كأسودك أي وحكو سودك أي مركز بحسب الحاجات والوقاي أحرم بعد عيسى حل بيوباها أيضاك بيقن بالكين أي حيسى اللوقفة أيضاك مركز مشاكلك تجيان أي حليان إيقين اللبرتو لقول لغم اللهير قاليو كيس كلاهي ما نيسا القرآن أيان تجيني فرقناه أنك لكي قينيو أن انت صور مناسب سدحي الله باتنسانو وحانا موك لكيني لتغرأ صوبان إناد أخرسو هو القرآن على الناس سددك كوركيسا على موك سندقنان سندقن عشر لوقاتو إذن أول ما نزل من القرآن شن آية دورو قابنو كوهدو القرآن كباللوضي اقرأ باسم ربك الذي خلق أيضو خلق الإنسان من علق مثل بادو اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم شن تاناتمي شن آيادو دو قابنو كل كي لبرتا قرآن كنتي زيك لأيمد ومن هنا معلمين تهوري أسلف صالحة أرددو دو شن آيادو سينجري اقتداء بالمولى عز وجل واستدلالا على أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم شمسنا يضب اللوقات كل كان لتقرأه إن القرآن كأغريد على الناس الددك كوركيسة على مكت تقنان ونزلناه فعلك وحلوش دي وأدد جنيه قرآن كمركلية مؤمن إن بلنبو دقايي تنزيلا داد جن أما قول ذي إنن قال ذا أما الرمايا أما الرمينين قلوا حتى رسول الله تعالى تأمنوا الرمايا به قرآنك أو لا تؤمنوا أما الرمينين قول ذي إن المشركين تا ذاتك أهل كتابها اليهودي النسارها الدين تيقاني أما إنجيل يقيني أما توراد يقيني أرق موقف كوذا قرآنك هي ماشي إسكتاقي عبد الله بن سلام هي منك نجاشها حدو قرآنك مغلي وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع شاهدين وما لنا لا نؤمن كل كل هذا محاد الرميسان سنو الرميسان قرآن كإلهي كيبي كل كاسا ربي سبحانه
أهل كتاب علماء هذا أي الله ماني وكل كي قرآن كاركين ويرحي وقرآن كي أوافقي إنجيل يا تورات حتى كلا واربعين في حقا لقد بحيايستين أيوكم يمي إن الذين أخيارته أوتوا العلم أقوم لسيني من قبله قرآن كان كهر إنجيل يا تورات يقيني إذا يطلع حضر الأغريو عليهم كركوضة قرآن كان لقو أغريو يا خيرون إن الرميان كنيتكم أكان وأنافين يخرون وادعا للأبقان قرقر قرق وجهه كيال حد وجهه لغا سجوده قرق نبنكو تغا يخرون وادعا للأبقان قرقر سجدا إياه ومرك القرآن كمغلين أغام ديسا يقيمه ديسا يمعان ديسا إنتي علم وايين سجود تيك سدي أفكا محيكي لهذا ويقولون أفكا لوحيكي لهذا سبحان ربنا ربنا عبلا أنبدا إن كان وحو هذا وعد ربنا ربنا يبغيسي لمفعولا مثل فرول فلينو يبغه محوها وحا تورادي إنجيل كله إلي إن كتاب كان لسودة جين دونو نبي كان محمدنا الله بحين دونو سبي أن إنجيل يتوريد كويسني نفتادي أي نبي يقرأن كيف وافقا إن كان وعد ربنا ربنا يبغيسي في الإنجيل والتوراة وكل أبوهي لما فعولا سيدي وكهمي قرآن كي لشاقي واكنا نبي كي لشاقي واكنا أي أفكي كي يراهن واسيدا فين هيركاس ويخرون وادعا هذا مدي أبي إيمان درتي هي قرآن كي تحقلنتي إلا القاني قركي ودعا يبكون وهن وكدرك بحاج وقت السجود وفعلا سبحان ربنا وقولا يبكون وعاطفا كلك أوهن إيا الله فيد إيا السجود أي دتك ورسكو دارين كلك يا رب المشركين تينان أن إذب الله يا لابت عابدا وحنو غيوه حقي وحقي ساسي يالان ويزيدهم قرآن كوهو كربيي خشوعا هوغشو أي هذا مذي إيب مخوغان أيان أيو قرآن كوهو كربيي ذاتك وحقران أي عبد الله بن سلام وحال الله مانا مؤمن أهل الكتاب وبالحق فمنا يسوغ نامبان أنزل الله قرآن كاللد الجنو أنك يقاح إبان حق أنك أيوك السوغن يهي وبالحق حق سوغد ديسبو نزل اللد جي وما أرسلناك وما نذير إلا مباشرا من هذا تمدو بشارة مؤمنين والنذير المدود وقرآن قرآن أيان تجيني أن فرغناه كلاب حبيحيني حكمه هي مواعيد عبادات هي عقائد هي أخبار هي مواعيد هي حكم أيان انتبكوا دجيني لتغراه فرغناهم أنه دجين تيسي تشيلي لتغراه إن الأغريدي على الناس دلقى قركي على مكسين دقلان قركي ونزلناه وهذا دجيني قرآنك تنزيلا دجين والوحاطر هذا أمنوا الرماية به قرآنك أو لا تؤمنوا الرماينين إن الذين أخيار قوتوا العلم أقوان لسيي من قبله قرآنك كهر إذا يطلع هذا الأغريو عليهم قركوضة يخرون وادعا إلى الغاني قركة سجدا يقعدوا سجودا ويقولون أفكا وحيكي هذا سبحان ربنا ربك أن عبلا أنبضنا إن كان وحو هذا بعد ربنا ربك أن يباهي لمفعولا مثل سمايو ويخرون وادعا إلى الغاني قركة يبكون يقعدوا لبعينا ويزيدهم قرانك وحو كرية خشوعا وغشو آياتك اللي سجودوا مركا لما رأيو أيها تاني كميتا يخشوعا هاش كامركي لما رأيو هيا سجود تلاو لأيه مانا قل الله أعوذ الرحمن لبدا آيه دا أودن بايسا سورة دي الدرس كيا بيلي آيه دا خوري بشي قارة دا كنتي أيه جواب إيسا أما إحاق إيسا حسولكو الله بريا أيه أقبضين قول يا الله يا رحمن كل كاسان ليري انت الله قبضين ليري اسمعوا محمدا يدعو إلى هيني وينهانا عنهما أنك سدحوا مودي دنا إساقنا الله عاوشيقاي تاسوا اللوغة جوابي وإنهم مصموهم مدياي مقع يالكونا لبك بديه وهدات اللبو حمودين سقالي سقاش المقع مبالي سقالي سقاش المقع أيوليهي لكن مصموها اللمقع عبايو ومتكنيهتا تاس اللوغة جوابي تلباتنا مركي مكالا جوغي قراءة قرآنك انت عداودي مادان قلتك فوتكو قبطان سوبنا هدى قيستان ايه الدقال كو قادي جيرين
إذا وحى الله يري ولا تجر بصلاتك ولا تخافض بها مركا داخرين يجيد صلاة أوقا كرها ودقين كواس عدوغا كدير أيا حداد خوصة قلبك كأغردان رقائك فإنيس الميان نال حقه طلبانا وآية العز ما اللي يرى رسولك أكون مقعابي شرفتي أبي بنانك بكتي وحلو أي مشركين كشاقين حدي عرور لغشاقي إيا هدي حاص لغشاقي إيا هدي دم لغشاقي وحيونا قال تعالى فبروح يري قل وعاتر هذا رسول الله ودعو الله أبو يرى ويا الله ده أو ودعو الرحمن أما مقع الرحمن أبو يرى يا الرحمن ده أيما مر الله مركيات تدعو أبو يرى سيتوقيته فله الأسماء مقعيال بدن بولايهي هو هو الله اسم الأسماء وجمع اسم مقعيال بولايهي الحسنى وناك بدن سقالي سقاشنا حديث الترمذي وجمعيهي سقالي سقاشنك قرآن كان يضع مفرغة أيهي كجرا مقعيال قيم بدن بولايهي وحانا كميلا مقعيال كيسا الله الرحمن با كميلا انت مقعيال كأبو ميرتو طبع ذات نتوقع ودن شيقو ولا تجهر كره ودقين بصلاتك بقراءة صلاتك صلاة هذا قراءة هذا سيان عدوية قال لك ودرين ولا تخافض بها حسنها ودقين سيحقا قوسن كاقفا إذيزا وابتغي وحد طلبت بين ذلك كره ودقين إنه حس ودقين بحض هذا سبيلا ودد حاله أن عدوية قال لك موسكا كجرتنا أتكاقا يوسن كارين فقال قلاش هذا كنت كان أيانا هم أغلين وقل وحاك الله تلا الحمد لله ما هات سيودان تهي الله له الذي الله أن لم يتخذ يالا ولدا عرور اليهود والنصارى والمشركون أتسلق بابيه قالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله وقال مشرك العرب الملائكة بنات الله لم يتخذ ولدا سد على سقراء الله حاقي ولم يكن أماهان له أب شريك أماهان في الملك بقرن والله مشركين تبع لحقي لبيك لا شريك لك إنا شريكا هو لك تملكه وما ملك شريك مجرو ولم يكن له ولي من الذل صابئين بالحقي وحيرا لولا الأولياء هدان أولياء جر لذل الله إن هو الدلوب له يقين والحقي وركوضة كلك هو آية العز شرفت أبا الموجسي ولم يكن أبا ماهان له إساق ولي قعل من أبا من الذل من أجل ذل خفات أبا قاري درتي ولئه النغضى قرب قبطة وقعان سيئ كلك هو كبره رسول الله اللوينه معدك وينين إيسا عن اتخاذ الولد وشريك والصاحبة والوزير والمعين وكل نقص بل للكل قد كبره أبك وين تكبيرا وينين والله أعلم.